السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم كيفية حفظ وتخزين المواقع أو صفحات الويب المخزونة عندك. على جوجل. راح أشوفكم شلون تخزنوا هذه المواقع، إذا أردتوا تسوون فورمات للجهاز أو أردتوا تحتفظون بها للمستقبل. نجي نضغط على هذه الثلاث نقاط اللي موجودة بقى على اليمين، نجي على بوكمارك، من بوكمارك ننتقل إلى بوكمارك مانجر، أو بالضغط على كنترول شيفت حرف الأو راح يطلع لنا البوكمارك مانجر. بعد ما فتحت لنا هذه النافذة راح نجي أيضا على الثلاث نقاط اللي بالشريط الأزرق، وراح نضغط عليها ونختار إكسبورت بوكماركس. فمن راح نختار راح تنفتح لنا نافذة إنه وين راح نحفظ هذه المواقع اللي إحنا نريد نصفحها دائما. أنا سويت هذا الشيء قبل هذه العملية، مثل ما تشوفون هنا بوكمارك كروم موجودة، ما أريد أنزلها مرة ثانية وأحفظها، لأنه راح تصير عندي نفس الملف مرتين. فمجرد بالضغط على سيف راح تسيف عندكم وتنحفظ، سيف يعني حفظ، راح تنحفظ عندكم في الدوكومنت. إحنا هسه راح نغلق هذه النافذة، نذهب إلى ماي كمبيوتر، نروح على الدوكومنت من هذه المكان، او نجي هنا هي نفس الدوكومنت، راح نشوف الملف اللي هو بوكمارك، ندخل على الملف، تظهر لنا هذا الملف الثاني، نضغط على هذا الملف راح ينفتح علينا عندنا كل صفحات الويب سايت اللي احنا حافظيها بالبوكماركس. نحب نريد ندخل عليها مرة ثانية او نصفحها، مجرد نضغط عليها تنقلنا للصفحة اللي نريد ندخل عليها. بهذا ينتهي شرحنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسون عمل لايك وسبسكرايب لدعم قناتي كي أستمر بالنشر كل ما هو مفيد للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.